مساء الخير، نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. جلسة ماراثونية لمجلس الوزراء ركزت على قضية العسكريين المخطوفين، وسادها إجماع على دعم جهود الرئيس سلام الذي شرح المرحلة التي بلغتها الاتصالات لتحرير المخطوفين والتي وصفها عدد من الوزراء بالمهمة. وترافقت الجلسة مع كلام مهم لقائد الجيش العماد جون قهوجي توقع فيه جولة جديدة من المواجهات على أطراف عرفال، مشيرا إلى خلية إرهابية في طرابلس العمل جار لمعالجتها. وقبل أقل من يومين على بدء عيد الأضحى المبارك، لفت المتابعين للمواقف التقاء المراجع في البلاد على التهنئة للشعب اللبناني والاعتذار عن استقبال المهنئين بسبب الظروف. ولم يسجل محليا اليوم أي تواصل سياسي بارز بشأن الانتخابات الرئاسية أو التمديد للبرلمان أو مسير الجلسات التشريعية. وفي الخارج، استمرت الغارات الجوية للتحالف الدولي على مواقع داعش في سوريا والعراق، وبرز تقدم داعش في هيت العراقية. أما في اليمن، تقدم للمسلحين الحوثيين باتجاه مأرب وسط قلق خليجي. وفي السعودية، كان يوم التروية في مناسك الحج، والذي ينتقل غدا إلى الوقوف على جبل عرفة متأولا في جلسة مجلس الوزراء والمراحل التي بلغها ملف العسكريين المخطوفين. أبدى الوزراء وجهات نظرهم حول هذه القضية، فتم التأكيد من قبلهم على تضامنهم مع الأهالي في معاناتهم، وعلى وجوب متابعة المفاوضات وضرورة استعمال الوسائل المتاحة من أجل التوصل إلى تحرير المخطوفين. وبنتيجة التداول، أكد مجلس الوزراء ثقته بدولة رئيس مجلس الوزراء وتفويضه بمواصلة التفاوض بكل الوسائل والقنوات المتاحة توصلا إلى تحرير الجنود المخطوفين، على أن يطلع مجلس الوزراء على نتائجها. وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء ضرورة إبعاد موضوع الجنود المخطوفين والمفاوضات الجارية من أجل تحريرهم عن التداول الإعلامي المكثف والمثير، حفاظا على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الإرهابيين التكفيريين. اعتصام لأهالي العسكريين المخطوفين بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء والرئيس سلام يؤكد لهم استمرار الاتصالات وإعطاء القضية الأولوية، مشيرا إلى إيجابية برزت في الأيام الثلاثة الماضية. يواصل أهالي العسكريين الرهائن تحركاتهم الميدانية، محملين الحكومة اللبنانية مسؤولية ملف أبنائهم، فنفذوا بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وحذروا من المماطلة في معالجة هذا الملف. أهالي العسكريين الرهائن طلبوا الحكومة بالتواصل الجدي والتفاعل مع الأهالي لبلسمة جراحهم. رئيس الحكومة تمام سلام أوفد الوزير وائل أبو فعور والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ليبلغا الأهالي أن مجلس الوزراء والرئيس سلام مهتمان بموضوعهم، وأنهم على اتصال مستمر ويتابعون الأمر بشكل دقيق مع خلية الأزمة واللواء عباس إبراهيم. أبو فعور الذي تحدث أيضا باسم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اعتبر أن قضية العسكريين ليست قضية عابرة، بل هي محنة وطنية يجب الانتهاء منها والجميع مع إيجاد حل. المفاوضات انطلقت وقطعت أشواط جيدة جدا ودخلت في مرحلة إيجابية كبيرة، وبأمل أنه إن شاء الله وفق المتوقع أن نشهد تطورات إيجابية. الأمور لم تعد مستحيلة طبعا، هذا دون أن أكون يعني أعطي أملا مخادعا. نحن نتابع الأمور بالتفصيل. الأمور الحمد لله تجاوزنا إن شاء الله نقول المرحلة الصعبة، دخلنا بمرحلة إيجابية. جل ما ندعو إليه هو إطلاق يد رئيس الحكومة وخلية الأزمة واللواء عباس إبراهيم
في إيجاد الحل، ونحن لنا ملء الثقة أن هذا الأمر سيوصلنا إلى أن تؤول الأمور إلى نهاية وخاتمة سعيدة. في مسألة الموقف الذي يخرج من مجلس الوزراء، حتى إذا كان سيتم اعتماد مقايضة، مش مطلوب من مجلس الوزراء يطلع يقول نحن قررنا المقايضة. يمكن أن يترك هذا الأمر على عاتق رئيس الحكومة وخليفة الأزمة واللواء إبراهيم، وهناك ملء الثقة فيما سيقومون به. إشارة إلى أن حالة الاحتقان لدى أهالي العسكريين دفعتهم للتفلت من الطوق الأمني المحكم عليهم بعدما قطعوا الطريق عند شارع المصارف في محيط السراي قبل أن يفضوا اعتصامهم. توقع قائد الجيش العماد جاهوجي في مقابلة مع سكاي نيوز تجدد المواجهات مع المجموعات المسلحة على أطراف عرسال الحدودية مع سوريا، وقال إن الجيش اللبناني عز انتشاره في تلال عرسال وعزل البلدة عن أطرافها بمحاصرة المسلحين ومنع وصول أي إمدادات لهم، مضيفا حزب الله لم يشارك في معركة عرسال ومراكزه تبعد عن حواجز الجيش بنحو 12 كيلومتر، وأكد أن وحدات الجيش تكثف مراقبة مخيمات اللاجئين السوريين وتوقف ما يشتبه به، مشيرا إلى أن الجيش تعرض في معركة عرسال إلى هجوم من داخل المخيمات. وفي رده على سؤال بشأن الموقوف عماد جمعة الذي يطالب المسلحون في سوريا بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين، قال أهوجي إن جمعة مسؤول في تنظيم الدولة، واعترف خلال التحقيق معه أن المجموعات المسلحة كانت تخطط لمهاجمة الجيش اللبناني واجتياح القرى الشيعية والمسيحية في البقاع لإيقاع فتنة مذهبية وطائفية في لبنان. وحول الوعود بالدعم للجيش، قال قائد الجيش إن المؤسسة العسكرية لم تتسلم أي من المليارات والهبات التي وعدت بها، موضحا أن الهبة السعودية التي خصصت 3 مليارات للجيش اللبناني قبل نحو سنة لم تصبح سارية المفعول حتى الآن. ولفت أهوجي إلى أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم يشمل مناظير ليلية وقناصات بعيدة المدى، بالإضافة إلى تطوير الجانب التكنولوجي للمؤسسة العسكرية. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أكد على ثوابت الحكومة اللبنانية في ملف التفاوض لإطلاق العسكريين اللبنانيين لدى التنظيمات الإرهابية، وأدرجها في سياق سيادة لبنان وعدم التنازل عما يمس هيبة الوطن وما يحافظ على أرواح العسكريين واستردادهم سالمين إلى عائلتهم الكبيرة التي هي الجيش وعائلتهم وذويهم. اللواء إبراهيم وفي حديث إلى مجلة الأمن العام لفت إلى أن هذا الملف أكثر دقة وحساسية عن ملف أعزاز وراهبات دير سيدة معلولة، لأنه يتضمن عناصر متداخلة أكثر نظرا إلى تعدد الأطراف المشاركين في عملية خطف العسكريين، مشيرا إلى أنه ملف وطني بامتياز لا صبغة طائفية له. أصدر قاضي تحقيق العسكري فادي صوان اليوم قرارين اتهاميين سندا إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام بحق موقوف و7 لبنانيين فارين من وجه العدالة في جرم تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة والتعرض للمؤسسات والتحريض على الاقتتال المذهبي في باب التباني وجبل محسن. كذلك أصدر القاضي صوان قرارا في حق السوري الموقوف خالد رحال في جرم الانتماء إلى جماعة السوري أبو خالد السريع في وادي حميد في جرود عرسال وتأمين الأسلحة للواء الإسلام، وأصدر مذكرة إلقاء قبض بحقه وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. كذلك أصدر قاضي تحقيق العسكري نبيل وهبي قرارا اتهاميا في قضية انفجار عبوة في محل طلعة الجنان في طرابلس، واتهم 8 موقوفين و3 فارين من وجه العدالة بينهم شادي المولوي، وأصدر مذكرات إلقاء قبض وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. في سوريا استمرار المواجهات بين داعش والمقاتلين الأكراد بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. في سوريا المعارك تشتد بين مسلحي داعش والمقاتلين الأكراد في محيط مدينة عين العرب عند الحدود مع تركيا، وفي وقت يتوقع أن يصوت البرلمان التركي اليوم على اقتراح قانون تقدمت به الحكومة يتيح للقوات العسكرية الأجنبية استخدام القواعد التركية في شن عمليات عبر الحدود ضد متشددي تنظيم داعش في سوريا والعراق.
على الرغم من ضربات قوات التحالف الجوية لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، حقق مسلحو التنظيم المزيد من المكاسب نحو مدينة عين العرب الكردية المعروفة بكوباني. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هناك مخاوف من أن يتمكن مقاتلو الدولة الإسلامية من اقتحام المدينة، فيما أشارت المعلومات إلى أن المقاتلين الأكراد المدافعين عن كوباني يستعدون إلى حرب شوارع طويلة الأمد مع اقتراب عناصر تنظيم داعش من مدينتهم. في المقابل، أعادت قوات وحدات حماية الشعب الكردية التمركز في محيط المدينة استعدادا لخوض حرب القلعة، وهو الاسم الذي أطلقه المقاتلون الأكراد على معركة عين عرب. ومع اقتراب التنظيم من المدينة تتواصل موجات النزوح منها باتجاه الأراضي التركية، وقال الناشطون إن المدينة باتت شبه خالية من المدنيين ومن تبقى هم المقاتلون فقط. على الجهة المقابلة من الحدود في منطقة مرشد بنار التركية يتجمع عشرات الشبان الأكراد ممن نزحوا من عين عرب يحاولون العودة إلى المدينة للمشاركة في الدفاع عنها، إلا أن السلطات التركية تخشى من انضمام أكراد تركيا لهؤلاء، لذلك تحاول منعهم في بعض الأحيان ومن ثم تسمح لهم بالعبور إلى سوريا بعد التأكد من عدم وجود مقاتلين أتراك بينهم. وفي العراق، الغارات مستمرة على مواقع داعشية في المناطق الوسطى وعند حدود كردستان العراق. احتل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مقري حكومة ومركز شرطة مدينة هيت غربي العراق حسب ما قالت تقارير إعلامية عراقية، واشتبك مقاتلو التنظيم مع أعداد قليلة من القوات الأمنية والصحوات الذين ما زالوا متحصنين في مواقعهم في المدينة. وفي محافظة الأنبار أيضا، أكدت مصادر أمنية مقتل عدد كبير من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في اشتباكات مستمرة منذ ليلة الأربعاء مع القوى الأمنية المسؤولة عن حماية اللواء الثامن في الجيش العراقي. وسيطرت قوات البشمركة على مستشفى ربيعة آخر معاقل مسلحي التنظيم في المدينة، كما قتل 15 مسلحا في اشتباكات بين الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي ومسلحي تنظيم الدولة على قضاء بلد جنوب تكريت. في هذه الأثناء استمرت غارات التحالف الدولي على تنظيم الدولة، ونفذت الطائرات البريطانية غارات عدة دعما للمقاتلين الأكراد. وفي تطور ذي صلة، قال مسؤولون أن فرنسا سترسل مزيدا من الطائرات المقاتلة وسفينة حربية لضرب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وستبحث مع الولايات المتحدة وضع استراتيجية للتحالف طويلة الأجل. على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة أن تنظيم الدولة نفذ في العراق عمليات قتل جماعية وسبيل النساء والفتيات واستغلال الأطفال للقتال في انتهاكات ممنهجة قد ترقى إلى جرائم حرب. وذكرت المنظمة الدولية في تقرير سند إلى نحو 500 مقابلة أن الضربات الجوية التي نفذتها الحكومة العراقية ضد متشددين أوقعت عددا كبيرا من القتلى بين المدنيين من خلال ضرب القرى والمستشفيات وأحد المدارس، تعد انتهاكا للقانون الدولي. في اليمن، قتل ضابط شرطة بعد ساعات على اختطافه على يد مسلحين مجهولين في وقت دارت اشتباكات متقطعة في مناطق متفرقة من البلاد. في الشأن الليبي، قتل 12 جنديا وأصيب العشرات في اشتباكات بين الجيش ومسلحين إسلاميين قرب مطار بنغازي. وقال قائد القوات الخاصة في الشأن الليبي إن سيارتين ملغمتين اقتحمتا نقطة عسكرية قرب مطار بنغازي الذي يستخدم لأغراض عسكرية ومدنية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، إشارة إلى أن المطار يعتبر أحد أهم القواعد الأساسية للجيش. الأبيض يعود باكرا هذا العام بعد الفاصل. أهلا بكم. الجلسات التشريعية سيناريو ممهد للتمديد لمجلس النواب بحسب الوزير السابق شكيب إرطواوي الذي شدد على محاسبة قانونية لكل مسيء للمؤسسة العسكرية. بعد أن طارت السلسلة وتمت إحالتها إلى المجلس النيابي، أعلن أن الجلسة التشريعية المقبلة هي في 21 من هذا الشهر، وسيتم تخصيصها لانتخاب أعضاء اللجان النيابية إضافة لبعض الأمور المالية وعلى رأسها سندات اليوروبوند. فهل عادت العجلة التشريعية للمجلس على الرغم من أن المجلس يعتبر الآن كهيئة ناخبة فقط؟ هل هو مطلق تشريع مثل ما بده وكأن شيئا لم يكن؟ لا، ما فينا ولا بأي لحظة نعتبر أنه عدم وجود رئيس جمهورية هي لزوم ما لا يلزم أو أمر عادي. لا، أكيد
هذا بخليك تكوني بفترة استثنائية، والتشريع استثنائي لقوانين تتعلق بأمور ضرورية جدا تتعلق أما بالحقوق الدستورية للبنانيين وأما بقضايا مالية أو قضايا اقتصادية قاهرة ومستعجلة. وأكد الوزير قرطباوي أن الذي يحصل الآن هو فقط البحث عن سيناريو للتمديد للمجلس النيابي. اللي عم يعملوه هلأ مش أكثر من سيناريو لحتى يمرقوا التمديد، لأنه بعتقد يبدو أنه الأكثرية لا تزال مع التمديد خلافا للدستور وخلافا لإرادة الشعب. هلأ كيف السيناريو، كيف الإخراج بده ينعمل، بتصير شكليات، يعني ما حدا عم يضحك على حدا، ما في لبناني غشيم، كل اللبناني عارفين شو عم بيصير. مين بيمنع بال 2017 إذا مددوا هلأ؟ مين بيمنع بال 2017؟ كمان ما نخترع قصة جديدة للتمديد. هاي المبدأ أما نقبله أما لا نقبله كان واضح تمام، في ما في إرادة سياسية لا لقانون جديد ولا لإجراء انتخابات. وبالنسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، أكد قرطباوي أن هناك فئة لا تريد انتخاب شخص له قوة شعبية ونيابية. إذا كان المطلوب أنه نجيب رئيس جمهورية بيكفي أنه يكون معه بطاقة هوية أنه ماروني، لا أنا ماروني لا أريد رئيس إذا ما كان عنده القوة الشعبية وقوة التواصل ليرجع يثبت أنه قادرين نعيش كلنا مع بعضنا وقادرين نتواصل كلنا مع بعضنا. وأنا عم بحكيكي بكل صراحة، أنا أفضل الفراغ لفترة بسيطة عن فراغ لست سنين. طب مو مبادرة نائب جندلا؟ يعني بعض مبلش فيها، نتأمل أنه يقدر يقنع البعض اللي مش عم يقتنع أنه لابد من رئيس جمهورية له قوة شعبية، له قوة نيابية، وعنده إمكانية التواصل مع الجميع. وبالنسبة لتعاطي الإعلام مع قضية المخطوفين العسكريين، دعا قرطباوي إلى عدم التسويق للإرهابيين لأن جزءا من حربهم هي الحرب الإعلامية، مؤكدا أنه يجوز ملاحقة كل من يسيء للمؤسسة العسكرية. الرئيس بيري عرض التطورات مع السفير السوري وجدد تأكيده أنه لن يصوت ضد التمديد ويبدي ارتياحه لكسب جولة الاشتباك مع قوى الرابع عشر من أذار. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه لن يصوت مع التمديد لمجلس النواب ولن يطعن في قرار توافق عليه الغالبية النيابية، وسأل عن الغالبية التي من شأنها إمرار قانون التمديد بعدما أفصح الأفرقاء المسيحيون علنا عن أنهم سيقترعون ضده. وأبدى رئيس المجلس ارتياحه إلى كسبه جولة الاشتباك مع قوى الرابع عشر من أذار التي آثرت أخيرا العودة إلى جلسات المجلس وتكريس صلاحياته الدستورية في التشريع في كل حين، في معزل عن استحقاقات أخرى تعذر إتمامها في مواعيدها. وفي نشاط عين التيني التقى رئيس المجلس السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي اعتبر أن الإرهاب التكفيري يشكل أيضا خطرا على أمني أوروبا وأمريكا وهما تستشعران بهذه الخطورة. التركيز كان على ضرورة، هذا ما ركز عليه دولة الرئيس، ضرورة التنسيق بين البلدين، بين الحكومتين، بين الجيشين. الهروب من هذه الحقيقة تضعف الحملة في مواجهة هذا الإرهاب ولا تحسن لا إلى المخطوفين ولا إلى الجيش اللبناني في معركته المحقة. على صعيد آخر، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أنه لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يعتذر رئيس المجلس عن عدم تقبل التهاني في العيد، متمنيا أن يعود على اللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والاستقرار والوحدة وليس ذلك على الله بعسير. ومن جهة ثانية، تلقى الرئيس بري بطاقة تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تلقى برقية تهنئة بالعيد أيضا من رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام. رئيس الحكومة تمام سلام هنأ اللبنانيين عامة بعيد الأضحى المبارك والمسلمين خصوصا، واعتذر عن عدم استقبال المهنئين متمنيا أن يعيد الله الأعياد على الجميع ولبنان بأفضل حال. نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل التقى الرئيس ميشيل سيمان وعرض معه التطورات السياسية على الساحة الداخلية. البطريرك لحام دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ودعوة البطريرك لحام وردت خلال انتخاب المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك.
آمل من دون تكبر، نحن قوم لا يستكبرون، أن يكون هذا المثل من خلال طائفتنا وتوافقها في هذا العمل في المجلس الأعلى أن يكون نموذج لأيضا توافق على مستوى لبنان. واليوم عندنا استحقاق كبير جدا جدا جدا، كأنه أهملناه، عندنا رئيس جمهورية ورئيس جمهورية مسيحي، يعني يمثل هذا التوجه والحضور المسيحي في لبنان. ما بيصير أنه نترك هذه القضية على جانب وكأنه تعودنا أن يكون عندنا رئيس. في الشأن المحلي، الثلوج كللت جبالنا وألبستها الأبيض في إطلالة زاهية هي الأولى هذا العام، يستبشر بها اللبنانيون خيرا في موسم الأعياد. وتساقطت الثلوج الليلة الماضية على السلسلة الغربية وفي أعلى نقطة على القرنة السوداء وغطت مرتفعات الأرز. عملا بقرار مجلس الوزراء تؤخر الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 25-26 هذا الشهر إذانا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. وأخبار محلية في هذا الشريط. اشتبه بحقيبة قرب حاجز الجيش عند جسر نهر الأول شمال مدينة صيدا، وقطع الجيش الطريق وحول السير، وقد تبين بعد الكشف على العبوة أنها خالية من أي مواد متفجرة وهي تحتوي على كتب مدرسية. التطورات الراهنة في البلاد كانت محور لقاء قائد الجيش العماد جان قهوجي والنائب أحمد فتفت في اليرزي. زار حزب التشنق برئاسة النائب أكوباكرا دونيا النائب دوري شمعون، حيث جرى بحث بموضوع الانتخابات الرئاسية والأوضاع الاستثنائية التي تحيط بلبنان. دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعيد اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة النائبة الأولى الرئيسة السيدة رندا بري وحضور النائبة الثانية السيدة لما سلام إلى تعزيز مناخ الوحدة الوطنية ورص صفوفها في مواجهة ما يحاك للبنان من مؤامرات، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. دعوة إلى تحصين الوحدة الوطنية وحجب خطاب التطرف أطلقها رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ خلال ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام عن دور الإعلام في مواجهة العنف والتعصب والإرهاب. لمناسبة إطلاق مشروع تعزيز السياحة الريفية في منطقة الباروك، أقامت بلدية الباروك الفريديس احتفالا في مركز رشيد نخل الثقافي. إقرار السلسلة سيزيد العجز ويساهم في انهيار الاقتصاد اللبناني. التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع الزميلة ندى الحوت. لماذا تم تأجيل سلسلة الرتب والرواتب رأي للمحلل الاقتصادي استاذ ألفونس ديب؟ ليش برأيك؟ كان أمر إيجابي تأجيل إقرار السلسلة وإحاطة من جديد للجان المشاركة من أجل المزيد من الدرس، لسبب كتير بسيط جدا، أنه هل يعقل أنه في بلد عجز الموازنة أو حوالي 5 مليارات دولار في 2014، عندك دين عام 67 مليار دولار، عندك نمو ما بيطلع عن الصفر، في عندك قطاعات اقتصادية شبه مفلسة ما اشتغلت 3 سنين، تجي أنت بتزيدي أعباء جديدة على المؤسسات، كان قطاعات ضريبية أو زيادات ضرائب أو 1% TVA أو رسوم جديدة. كمان حتى العالم اللي نحن بنعرف نسبة البطالة في لبنان قد يرتفع خصوصي لدى الشباب 34%، هذا من قبل 2013 2014 بعد ما حدا حكي عن موضوع قد نسبة البطالة والعاطين على العمل في لبنان. بما أنك متابع مع الهيئات الاقتصادية، هني شو رأيهم وليش عم بيرفضوا رفض قاطع لموضوع السلسلة؟ أساسا رفض الهيئات الاقتصادية للموضوع منه هو رفض لحقية السلسلة بالنسبة للموظفين القطاع العام أو حتى الأساسي في القطاع التعليم الخاص. الرفض هو ناتج عن الخوف على الاقتصاد اللي ما يشوفوه قدامه عن نهار بعد يوم بعد يوم. شو الحل؟ الحل اليوم نحن اليوم منو برأيهم هذا الرأي الاقتصادي بشكل عام؟ أنت اليوم في عندك بالبلد في أولوية الأولويات، في شيء أولوية أقل. اليوم نحن الاقتصاد تبع الدولة مثل اقتصاد العائلة أو الشركة، اليوم حتى كل واحد كل فرد منا يطلع بعائلته إذا كان في عنده
ديون، هو كشخص ديون كتير كبيرة ومنه قادر يجيب موارد إضافية مداخيل، بيروح بيوسع الأنفاق لأولاده، بيجيب لهم سيارات وبيوت إلى آخره، أما خلال هالفترة بيحاول يضبضب الأنفاق تبعه تيمرر المرحلة. وهيك الدولة، هيئات اقتصادية برأيها أو حتى كل خبير اقتصادي أو حتى كل عاقل اقتصادي فكر بالاقتصاد كتير منيح في هذا الزمن الصعب، ضروري أنه دولة تأجل الأمور المقل أولوية كتير. نحن علينا نحن نمنع انهيار الاقتصاد قصة بلد. اليوم كل هالأفريقاء المعنيين بالبلد خصوصي في ظل هالظروف الصعبة علينا يشمعوا ويأخذوا الخيار الأنسب الأقل كلفة أقل كلفة على الاقتصاد الوطني. أنا برأيي أنا برأيي كمتابع اقتصادي ونفهم شوي بالأرقام ونعرف من خلال متابعاتنا الطويلة بالعالم الصحافي الاقتصادية، أنا برأيي لا، البلد في خطر. أي خطوة غير محسوبة تزيد الأنفاق على الدولة بشكل كتير كبير، البلد في خطر ماليا واقتصاديا. أستاذ ألفونس، بين حقوق القطاع العام والخوف على انهيار الدولة، معادلة دقيقة وصعبة وعلى المعنيين الجلوس على الطاولة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة. نشرتنا انتهت. ابتسام، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.